جات لسقوط الجفن. اه طبعا اه يعني من اسامه مايل نودل يعني ارتخاء شديد جدا لما يكون كل ما الجفن بقى قريب من النني او من يعني نزل الحدقه السوداء كل ما درجه الارتخاء بقت عاليه وكل ما درجه الارتخاء بقت عاليه كل ما احتياجنا للجراحه بقى اكتر بكتير جدا ومحتاجنا للجراحه بيبقى مهم جدا وبيبقى برضو الدرجات قدرته على الرؤيه بتقل كتير جدا يعني زي ده ارتخاء عنيف ده. عنيف العلبة كلها متغطية. الناحية التانية الجفن عالي وابتدى يشوف والدنيا اختلفت معاه تماما تماما بقول لحضرتك تماما تماما حتى لو عين واحدة حياته بقول لحضرتك بيجي لي الأهل أنا ببقى نفسي امبرسد مندهش من اللي حصل في حياته بقول لك احنا ده ما كانش مش ابننا يعني ده بقى واحد تاني خالص خالص يعني شوف طفل ده تقريبا عنيف عنيف برضه الناحية الشمال كويسة خالص الناحية اليمين متغطية خالص بنخش نعمله عملية نرفع له الجفن بقى واحد تاني شكلا وموضوعا شكلا وموضوعا شكلا اختلف تماما ثقته بنفسه تعامل الولاد على فكرة يعني انا ده مثلا الطفل ده بالذات انا فاكره ابوه وامه لما جابوه لي والده ووالدته قالوا لي ان هو يعني على الرغم ان هو صغير وكان ذكي جدا الواد ده كان ذكي جدا فكان يجي لي عمال يشاور لي بايديه يعمل لي كده مع انه صغير وعمال يشاور لي على عينيه يعني يعمل لي حاجه في عينيا لان كان الولاد بيتنمروا عليه ويقعدوا يقولوا له ايه اللي في عينيك ده هم مش فاهمين بقى ارتخاء ولا مش ارتخاء ما حضروش معانا الحلقه بتاعتنا عشان يتعلموا العيال الصغيرين يمكن يتعلموا دلوقتي لا ما هو العيال الصغيرين من الصعب برضو ان احنا نخليه يعني نسيطر عليهم انا بكلم ايوه بالظبط قال لهم فهم عمالين يتنمروا عليه لما عملنا لهم فهو الولد ابتدى يحس ان في مشكله في عينه هو مش عارف ايه هي بس حاسس ان هم كل شويه يشاوروا على عينيه فهو لما جالي على فكره اطفال كتير جدا يجي لي فانا اقول له عندك ايه الولد ده على فكره بيتعرض لمشاكل مع المدرسات طبعا 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 المدرسه تقول له انت نايم يلا بالظبط تقعد تشخط فيه وهو مش نايم الولد مركز وكل حاجه طبعا وساعات يفتكروا انه مش باصص لهم يعني شكل من اشكال يعني مش عارفينه مركز معاهم ولا لا فلما فهو نفسه الولاد ضايقوه ويجي لي هو يشاور لي على عينيه يعني بيقول لي زي كونه بيقول لي عالجني يعني فقد ايه وطبعا بخش بالاهل يعني وقتها طبعا لما الطفل بيبقى كده بالاهل صراحه متحمسين للتدخل الجراحي في سؤال دايما الناس بتساله لنا في الحته دي هل لازم يكون عمليه جراحيه ولا ممكن مثلا اسلوب دوائي اخر او حاجه لا ارتخاء الجفن هو عباره عن العضله ضعيفه نفسها حصل فيها نوع من انواع الضعف او الترهل او فكت من مكانها فانت اي حاجه هتديها الادويه بتعالج الميكروبات التهابات هنا مفيش لا ميكروب ولا التهاب لازم تدخل جراحي وتاخد العضله وترفعها لفوق شويه بطريقه ما بنسب معينه بحرفيه عاليه جدا على فكره عمليه رفع الجفون يعني زي الرسام كده اللي بيرسم لوحه يعني لان الوزنيه ربنا هو اللي خلق جفوننا كده انت عايز بقى تعمل حاجه طبعا يعني هنعمل حاجه زي ربنا ان شاء الله ربنا يدينا الصحه بس بتحاول نظبط وتتوزن وتبقى عايزه حرفيه عاليه وبتبقى نتائجها رائعه جدا جدا يعني ممكن شفنا صور طبعا يعني لا رائعه يعني بالنسبه للاطفال والكبار الكبار كمان